مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. على طول هنبتدي جولتنا او اخبارنا او متابعتنا اليوميه واهم وابرز ما حدث في مصر على مدار يوم كامل. النهارده بدايه اخبارنا من رئاسه الجمهوريه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيده فلورانس باغلي، دي وزيره الجيوش الفرنسيه، وده كان بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالوزيرة الفرنسية في القاهرة طالبا نقل تحياتي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد كمان الرئيس على عمق العلاقات المصرية الفرنسية لا سيما من خلال التعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستوى العسكري وكمان على المستوى الأمن. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كمان النهارده السيد فولفغانغ سوبوتكا، وده رئيس البرلمان النمساوي، وكان ده بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسفير النمسا بالقاهره. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح انه الرئيس السيسي اكد الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي لتعزيز العلاقات الثنائيه وكمان التشاور حول اهم القضايا الاقليميه في الاطار الاورو متوسطي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالوزيرة الفرنسية في القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية لا سيما من خلال التعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستويين العسكري والأمني، مع الإعراب عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستمرار في التنسيق والتشاور الثنائي المكثف إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها. من جانبها أعربت السيدة بارلي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مجددا ناقلة تحيات الرئيس ماكرون إلى سيادته، ومؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، خاصة في ظل ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكذلك السفير النمساوي بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بالسيد سوبوتكا في مصر طالبا سيادته نقل تحياته إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ومعربا عن التقدير للحفاوة والمناقشات البناءة التي جرت في مقر البرلمان النمساوي خلال زيارة سيادته إلى النمسا في ديسمبر من عام 2018، والتي عكست تميز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين. كما أكد السيد الرئيس الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورو متوسطي، معربا سيادته في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين. من جانبه نقل رئيس البرلمان النمساوي تحيات المستشار كيرتز إلى السيد الرئيس معربا عن التشرف بلقاء سيادته، ومشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وحرص النمسا على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، وكذلك دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي. نروح لمتابعة تانية. النهاردة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطورة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين
قضت النهارده بتأييد حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي وعلى 36 آخرين من أصل 208 من المتهمين، منهم 46 هاربا و 22 متوفي، وده كان بحضور 140 من تنظيم بيت المقدس بتهمة ارتكاب 54 جريمة. المحكمة قضت كمان بانقضاء الدعوة ل 22 متهم بسبب الوفاة والسجن المؤبد 25 عام على 61 متهم، ومعاقبة 21 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 51 بالسجن المشدد 5 سنوات. النهارده دكتور مصطفى مدبولي، ده في اجراءات تصدي الدوله الاجراءات الوقائيه اللي بتعملها ضد فيروس كورونا، النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير من قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه والسكان في اطار متابعته لاجراءات التعامل مع الحاله الاجنبيه الايجابيه المكتشفه لكورونا المستجد، وفحص كمان المخالطين بالحالة، وكمان مستجدات اللي بتتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أو كوفيد 19 زي ما هو معروف. خلال التقرير اللي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان إنه الحالة الإيجابية اللي تم الكشف عنها النهاردة لأجنبي بيعمل في إحدى الشركات المصرية وصل لمصر في شهر فبراير اللي فات ده على طول، قضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات. أضاف كمان إنه تم دخول المريض للمستشفى وتم عزله في غرفة وتم أخذ العينات المطلوبة لإجراء اختبار كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا، النتيجة كانت إيجابية. وضح ان الحاله الطبيه للمريض مستقره وبيتلقى رعايه طبيه وفقا لبروتوكول منظمه الصحه العالميه لاداره الحالات السريريه. رئيس قطاع الطب الوقائي وضح كمان انه بمجرد تاكيد حاله الاصابه تم تكليف فريق مركزي من الطب الوقائي بالوزاره بالتعاون مع الفريق الوقائي بمديريه الصحه بالتوجه لموقع عمله لوضع التدابير الوقائيه المناسبه. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقت النهاردة فور وصولها لجمهورية الصين الشعبية بنائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس جمعية الصليب الأحمر والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة، أو يعني هو القائم كمان بأعمال وزير الصحة الصيني، وده على هامش زيارتها اللي بتحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية الصين الشعبية، وده في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وكمان تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد. الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أكد أنه فور وصول الوزيرة لمطار بكين تم إخضاعها والوفد المرافق ليها لكافة الفحوصات من خلال الحجر الصحي بالمطار، كان في استقبالها سفير مصر لدى الصين. أشار كمان أنه وزارة الصحة والسكان وجهت الشكر للجانب الصيني على الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد واللي أشادت بها منظمة الصحة العالمية واللي ساهمت بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات وكمان الوفيات. زيارة وزارة الصحة للصين بتهدف أيضا لتبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، وبحسب المتحدث الوزيرة نوهت بأنه الصين قدمت هدايا قيمة جدا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة للإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها لمواجهة الفيروس، وكمان التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين. رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أنه حركة الملاحة في القناة بتسير بصورة منتظمة وده وفق المعدلات الطبيعية وأنها ما تأثرتش حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. أهاب في بيان صحفي النهاردة بكافة وسائل الإعلام استقصاء كافة المعلومات ذات الصلة بالهيئة من خلال التصريحات اللي بيدلي بيها رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية اللي بيصدرها المتحدث الرسمي، وده في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية. شدد كمان أنه كافة الأخبار الخاصة بالهيئة بيتم تحديثها بصفة دورية على منصة الموقع الرسمي للهيئة. دار الإفتاء المصرية حذرت من نشر شائعات أو أخبار غير صحيحة
وما يترتب عليه وعلى هذا الأمر لما حد بينشر أخبار مش صحيحة أو مش متأكد من مصادرها، ما يترتب عليه من مفاسد. دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت النهاردة أنه ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون ثبوتها هو إثم شرعي ومرض اجتماعي بيترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية وبيسهم في إشاعة الفتنة. وأضافت كمان أنه على الإنسان أن يبادر بالامتناع عن ذلك، لأن الكلمة أمانة بيحملها الإنسان على عاتقه. موقع تويتر كان شاهد حملة واسعة ضد إمارة قطر اللي ما بتتحركش للتعامل مع المدعو جمال ريان مذيع قناة الجزيرة والمقيم في قطر، واللي حرض بشكل صريح جدا عبر حسابه على اغتيال القادة العرب. جمال ريان كان نشر تغريدة في بداية شهر فبراير كتب فيها بعد أن كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية لفرق خاصة مدربة تدريب عالي للتعامل مع الرموز في الدول العربية اللي بتعمل على تقوية حركة التحرر الوطني بهدف ردع هذه الدول. وكمان تساءلت مستخدمة لتويتر اسمها ريم خالد، قالت لماذا لم تتحرك الحكومة القطرية لإيقاف مذيع الجزيرة خالد جمال ريان اللي بيدعو للاغتيال والقتل والإرهاب عبر تويتر. في مستخدم آخر، واحد تاني عمل كومنت يعني أو عمل بوست كتب فيه يعني لماذا يسمح لجمال ريان بتشجيع العنف والكراهية رغم أنه هو بيحرض اللي هو جمال ريان على العنف، لكن قطر لم تفعل شيئا لمنعه، قطر متورطة تماما في هذا الانتهاك للقانون. على صفحته كتب إبراهيم القرشي مذيع الجزيرة، جمال ريان بيشجع الجماعات الإرهابية على تنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية، يجب أن يحاسب على تشجيع التطرف. وتضمنت التغريدة هاشتاج دولة قطر. دعت مستخدمة أخرى اسمها نورة موقع تويتر لكي يتحرك ضد هذا المذيع مذيع الجزيرة اللي بيدعو للقتل على حسابه. ومن جانبه كتب المستخدم محمد الأسماري، واحد تاني كتب دي كل التعليقات اللي جت، يجب أن يكون موقع تويتر أول من يرد على تغريدات جمال ريان بشكل مباشر، ويكون ده رد لجميع المتطرفين اللي بيشجعوا على الصراعات بين الناس. طبعا هو تحريض رسمي وما ينفعش ابدا يكون كمان واحد بينتسب الى قناه اخباريه محسوبه على الدوله او هي صوت دوله انه يحرض على العنف بهذا الشكل. طيب، السلطات الأسترالية بتسعى إلى التواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع اللي فات، وكانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز. إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز قالت إنه امرأة في الخمسينيات من عمرها طارت من إيران إلى سيدني عبر قطر 23 فبراير، وبدأت ظهور الأعراض عليها خلال 24 ساعة من الهبوط، لكن المرأة لم تزور المستشفى إلا بعد 6 أيام. تم حث جميع الأشخاص اللي كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية اللي رقمها 908 QR على عزل أنفسهم والسعي لإجراء تقييم صحي فوري إذا ظهرت عليهم الأعراض. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت النهاردة من التداعيات الكبيرة لتفشي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام. خفضت توقعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، أدنى مستوى له منذ أزمة 2008-2009 المالية. واقترضت المنظمة الدولية أو اقترحت في توقعاتها بأن يتراجع مستوى تفشي الفيروس هذا العام توقعت يعني، ولكنها حذرت من أنه تزايد انتشاره هيضعف التوقعات بشكل كبير. وأفادت منظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصاديات العالم أنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين بشكل كبير.
طب احنا معانا هاتفيا دكتور يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور واهلا بيكي معانا. ربط انتشار الفيروس بمعدلات النمو العالمي، وهل التوقعات اللي حذرت منها منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه دي اقرب الى الحقيقه؟ اهلا بيكي. طبعا الفيروس كورونا ممكن يبقى له تداعيات سلبيه على معدل النمو العالمي، خاصه وان معدل النمو العالمي الحقيقه اللي كان متوقع له في عام 2019 اكثر من 3% نتيجه للحرب التجاريه انخفض الى اقل من 3%، وبالتالي احنا كنا بنتوقع بعد الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أنه يبتدي تبقى فيه بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي. ولكن فيروس كورونا لما بيجي الحقيقة المشكلة في هنا هي في أثار العولمة. يعني العولمة كانت دخلت متغير جديد وهو سلاسل القيمة العالمية. يعني إيه سلاسل القيمة العالمية؟ يعني أنه مكونات من الإنتاج بتنتج في دول ويتم تجميعها في دول أخرى، ده كله مبني على القدرة على خفض التكاليف. يعني لو أنا عندي مكونات الموبايل أقدر أعمل كل مكون في دولة وأجمعها في الدولة اللي هي بتملك المعرفة والنوهاو، يبقى في الآخر الدولة اللي بتملك المعرفة والنوهاو زي ما مثلا أي موبايل بيتجمع هي اللي بتجمع في النهاية، بس في النهاية بتجمعه بأقل تكلفة ممكنة. السلاسل القيمة العالمية دي الحقيقة زي ما بتحمل فرص كبيرة جدا لزيادة التجارة الدولية والناتج وتشغيل وظائف، كمان بتحمل أثار سلبية مرتبطة بأن توقف المصانع في مكان بيوقف الصناعة كلها. بالضبط، بيوقف الصناعة، وبالتالي اللي بيعتمد على المكونات دي بيبتدي يتأثر سلبا. فالأثار بتبقى مش أثار مرتبطة بس بالصين، ولكن بتبقى أثار مرتبطة بكل الدول اللي داخلة في سلاسل الإنتاج دي، إن بتتأثر المنتجات بتاعتها، وبينعكس ده في النهاية بقى على الناتج اللي بيطلع من هذه المكونات. وبالتالي الانتاج العالمي لابد ان هو هيتاثر سلبا بفيروس كورونا. ممكن يتوقف بالظبط. هل ممكن يا دكتور يمن ان هو يتوقف لفتره؟ يعني حركه التجاره العالميه، شايفين مثلا انه في دول على راسها الصين بدات فعلا ان هي تغلق المصانع والعمل داخل المصانع، طبعا عشان تقدر ان هي تقلص من انتشار الفيروس. ممكن نصل لفتره او لوقت يبقى في فريزنج كده لحركه التجاره العالميه، وتاثيراتها دي ممكن تكون طبعا دي بتعتمد بقى على القدره على احتواء المرض. يعني بمعنى احنا بنتكلم في الفتره الزمنيه بقى دلوقتي، الفتره الزمنيه اللي هيتم فيها احتواء المرض وخفض عدد المصابين، وبالتالي العوده للحياه الطبيعيه، و ان انا ابتدي بقى ارجع لحلقات الانتاج. هي دي المحك بتاعي في التاثير، حجمه هيكون قد ايه. يعني بمعنى الارقام اللي طالعه من الصين مؤخرا ان معدلات الشفاء للمرضى زادت عن معدلات الاصابه، دي على طول جود سيجنال، ليه؟ علامه طيبه ان انا يبقى ده معناه ان انا ببتدي احتوي المرض. احتواء المرض معناه ان انا الفترة، وكمان إن شاء الله دخول أبريل إن شاء الله برضو مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي أمل إنه ده يؤدي إلى احتواء أكبر للمرض. وبالتالي لو وصلنا إلى أننا احتواء المرض هيكون في وقت أقل، ده على طول هيقلل التوقعات السلبية. لكن لو كان لا قدر الله إن احتواء المرض وانتشاره هيزيد، فطبعا ده هيؤثر بشكل كبير على سلاسل الانتاج، وبالتالي هيؤثر على الناتج القومي. ده فضلا بقى عن مجموعة المنتجات أو الأنشطة الاقتصادية اللي بتتأثر سلبا من المرض، زي السياحة مثلا بتتأثر بشكل كبير طبعا. زي طبعا السياحة مع كل الأنشطة المرتبطة بيها زي الطيران، وزي خدمات الإنتاج الخاص بالسياحة،
والانتقالات الداخلية، كل الكلام ده يبتدي يتأثر سلبا نتيجة لهذا الموضوع. بالتالي يعني القضية قضية إن الآثار الانتشارية ليست بالقليلة. وطبعا هو في اجتماع هيتم لمجموعة وزراء مالية وبنوك مركزية مجموعة العشرين الأسبوع القادم في الرياض لمناقشة التداعيات غير التداعيات، ولكن الإجراءات اللي يجب أخذها من حيث السياسة النقدية. مؤخرا كان هناك حديث عن أن خفض أسعار الفايدة من الممكن أن هو يكون له أثار إيجابية على تحفيز النشاط الاقتصادي. الصين الحقيقة عملت باكجز ضخمة جدا لتعويض المنتجين، وبحيث أن هم لم والصين تمرست في ذلك في الأزمة المالية العالمية، لأنها عملت أكبر برنامج يعني للوقاية من الأزمة، وبالتالي ترتب عليه وكان برنامج ناجح جدا. وبالتالي أول ما بدأت الآثار السلبية للأزمة تبتدي تنحسر، الصين قفزت مرة أخرى قفزة كبيرة. فده المتوقع إن شاء الله بالنسبة للصين، أننا يعني عندنا ثقة أنها يتم أنها عندها القدرة أنها تحتوي المرض إن شاء الله في القريب العاجل، مع أن الإجراءات التحوطية اللي بتقوم بها الصين حاليا من حيث الحوافز التشجيعية للمنتجين، تعويضهم، كل الكلام ده من شأنه بإذن الله أنه بعد انحسار الأزمة تعود الصين مرة أخرى بقوتها الكبيرة، وبالتالي تعود ما حدث في الفترة الماضية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك معنا. والنهاردة معنا موضوعين، موضوعنا الأول هنتكلم فيه، أو موضوعنا الرئيسي هنتكلم فيه عن قطاع مهم جدا هو قطاع التأمين. القطاع ده حقق طفرات اقتصادية وساهم في معدلات النمو في دول كثيرة. في مصر لسه نسبة المشاركة في قاطرة التنمية أو التنمية المستدامة لسه ضعيف. هنعرف أكتر عن قطاع التأمين وإيه اللي ينقصه لكي يقوم بدور فعل. لكن بعد الفاصل معنا موضوع تاني عن تركيا وعن اللاجئين. قضية اللاجئين اللي هي في الأساس قضية إنسانية أخذها الرئيس التركي واستثمرها وحاول إن هو يلعب بها كورقة ضغط على كل القوى في العالم بعد أن فتح المعابر والحدود التركية برا وبحرا ليذهبوا في طريق أو في طرقات الموت إلى أوروبا. هنعرف تفاصيل أكثر عن تداعيات هذا الموضوع والسيناريوهات المتوقعة، ولكن بعد الفاصل نرجع لكم.